انت مع القوله اللي كتقول كوني جميله واصمتي؟ كتقدر تكون بعض المره ايه، كتقدر تكون بعض المره لا. الفتاه الجميله دائما ما كتعرفش تهدر؟ لا ماشي دائما، ولا ممكن تكون عفويه، ممكن تكون الهضره ديالها ما مقبولاش في شي مدينه اخرى. ما فهمتش، فهميني. بحال دابا مثلا انا اول ما جيت لكازابلانكا كانت هضرتي الشماليه بزاف. دونك ملي كنقول كنكون كنهضر مع شي وحده كنقول انتينا العائله ولا شي حاجه، كيجيب لها الله فحال انا كنعيق عليها. فهمتي؟ فانا كنت كان عندي مشكل في هذا الشيء، يعني دائما الناس مثلا كيفهموني غلط، كيحسبوها عياقه ان هضره انك تهضر ثقيله او وفيك الانوثه اكثر، كتكون ما عرف يعني كاين البنت اللي كتقرص من هذا الشيء. كاين البنت اللي كتشوفك فيك الانوثه كتقلق. صح، ماشي كل شيء. شنو كيقلقك في الموضوع؟ ولكن اللي ما فيهاش الانوثه، فاش الانوثه هي اللي كتقرصت من هذا الشيء، وهي اللي كتقول هذه الجمله هذه اللي قلتي. اذا اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك لقناه شتا تي في مع تفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد. مع شتا تحلى المشاهده. شتا اول قناه فنيه بالمغرب.